خلاص بقى يا زلمه خلاص يا خي عراسي لك روح الله معك خلاص يا خي خلاص روح يا عم انا اول مره بتصير بحياتي يعني 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 هذا المجلسين يا هو المشكله من عنده يا المشكله من هون هلا روح اجيب باكستان بلغ الباكستان ولا ممكن تصير ولا ممكن تصير شو بعرفني يعني هلا تحكي معه هذا الزلمه يمكن يزعل يا خي والله يمكن يزعل يعطيكم العافيه هلا هلا قل لي كيفك؟ كيف صحتك؟ منيح؟ منيح ماشي الحال ماشي الحال؟ تمام ماشي الحال قل لي حضرتك طالع صوتك خي طالع صوتك تفضل رحت على باكستان اليوم نعم. سمى لي بدني من الصبح نعم اجري تكسروا وانا واقف على الباكستان يا خي المشكله هيك بيقول لي لا من عندك شو عندك شو عندك مشكلة قل لي مشكلتك شو هي يا خيي انت هون وقف لي برا عم بتصرخ شو مشكلتك خيي مش هذا ربيع فرحات اليوم نعم تفضل ربيع فرحات نعم تفضل خيي اجى عمي لعنده نعم عمي كان برا عايش نعم قام اجى لهون راح موتور السيارة تاعو لقرا شو سيارتك شو معك سيارة انا معي جيب راح الموتور جيب عندي الف جيب جيب شو يا خيي جيب يا خيي شو بعرف الله بدي اتذكر لك اسمه ما بتخانق انا وعمي من الصبح وعمي بيقول لي انا شو خصني انت بعتني لعنده انت والباكستان هذاك الاهبل بيقول لي لا المشكله من عند التعول المطارات والمطارات هلا حط لي المشكله من عند الباكستان خي شو سيارتك شو هي سيارتك جيب يا خي جيب حبيبي جيب فهمنا يا خي جيب ما بعرف يا خي جيب موديل حاصله راح ركب الجي اخذ الموتور وركبه بقوم الباكستان اليوم قلت روح بتخانق انا وياه بيقول لي لا المشكله مش من عندي يا اخي طب من عند مين بيقول لي روح شوفت رح ما جبت الموتور هذا هو اللي عم يحكيني اياه هو طيب شو عندك مشكله قل لي مشكلتك يا خي المشكله قام ركب الموتور شو هي السياره قام ركب الموتور شو هي سيارتك خي شو تعيط ما معيط شو تعيط خي ما معيط بس الموتور موتور اشترينا موتور عمي اجى اخذ موتور من هون ايه قام ركب لنا الموتور حبيب القلب شو سيارتك ما قل لي سيارتك غير سيارتك ما قل لي سيارتك خي جيب جيب عادي من الاخر بس فهمني شو مشكلتك ايه اوكي قام راح ركب عمي موتور عند ماكستان ايه مشي حاله منيحة اوكي وقال لي الموتور نضيف تمام مشي الحال عادي قام ركبه بيطلع جردون منين؟ من تعول اشكمون والله من اشكمون ايه جردون ايه هلا بقول له دوروا للموتور؟ لا خليني اكمل لك دوروا للموتور؟ بس خليني اكمل لك دارت السيارة؟ لا 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 اوكي لا بدي اكمل لك بس كمل لي قام ظهر الجردون منيح من قلب الاشكمون ظهر ظهر إيه؟ عمل هيك بق ظهر زاد حاله لبرا اوكي حلو حلو ايه حلو الكلام ايه قام رجع بعد شي ساعة يا كبير بنط من معلم من الاي سي من جوا لبرا بزت حاله جردون. عم واحد تاني هذا جردون ايه اوكي يا عم هذا الزلمه خوي تعول ماكستان قال لي خي انا ما مر علي هالحاله قلت له شو الحال قال لي خي بدنا نفتح الموتور فتح الموتور طلع ب 24 جردون صار واحد يروح هيك واحد يروح هيك واحد يروح هيك واحد يروح هيك نعم عايشين قلت له ايه ما طلع في غطا عم بيتنفسوا منه قال طلعت الفاره بتفوت لهم اكل اوكي هيدا اللي صار طلعت الفاره عم بتفوت لهم اكل وعايشين شو اسمك انت حبيبي انت عم تستلمنا انت لا 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 اترك انت شو اسمك يا عم تستهبلنا انت شو اسمك انت شو اسمك لا انت شوي لا عم تحكي معي انت شو اسمك نعم انت شو اسمك انا اسمي خليل خليل بك شيء انت لا يا خي انت بتعاني من اي مرض مثلا لا 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 ما بتعاني بس انا 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 المساله انه في مشكله هاي في مشكله انت لازم تطعميهم قمح طعميهم قمح بيكبروا بعد يا حبيبي زنون شو بدك قل لي شو المطلوب عم تستلمني يعني عايش. يعني عم تستلمنا جردون عايش لا من عندكم اخذناه من عندنا في رادين قام لما دور قام نط صار نط شمال ويمين دارت السياره دارت السياره دارت السياره أه؟ ونط الجردون عايش ما انفرم الجردون نعم ما انفرم الجردون لا ما هن كانوا قاعدين بالزاويه نطوا منه اه هاي خبري يعني لا بس انا في مشكله هو عم يشتغل الماكنسيان ويجي ما نط عليه ولا جردون قال لي هو قام قال لي هو الماكنسيان يا اخي على راسي بس بدي روح قول يا رب روح قول يا رب لا هو قول يا رب قول يا ميسر تعال اقول لك انت جاي تستلمنا انت جاي تستلمنا بس عم لا بس تعال يا خي تعال هذا موتور دلني وين بده يقعد الجردون قاعد فوق كان فوق تفضل تعال هذا موتور تفضل بإذن شوي تفضل تفضل يا خي اشرح لي يا خي لحظة يا خي لحظة شوي لحظة شوي يا خي لا ليش عم تهدي ايدك علي يا صاحبي انت جاي تستلمنا لا يا خي رجلنا شوف يا خي بس قل لي شو في يا خي ما عم بحكي معك لا طيب انت جاي تستلمنا يا خي جاي تستلمنا ولا كيف طب انا هلا شو بدي اعمل بالموتور الموتور اي موتور خي اقعد خي اقعد واشرب ميته شو بدك تعمل له خي خلص صاحبي صاحبي بشرف تعال اقول لك خي لا 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 تعال اقول لك يا بس انا ما غلطت معك يا خالد انا صار لي 30 سنه بالمصلحه
احكيني موتير عم بدخن بقول لك ايه، موتير عم بكب زيت بقول لك ايه، موتير في صوت بقلبه بقول لك ايه، بس جيت عامل لي فيلم جرادين عم بتنطنط نطروا منهم نطروا سننطوا من الموتير اوعى يهربوا يا خيي اوعى يهربوا. شو جرادين تعمل لي جرادين؟ ضبهم بكرتونه وحطهم شي مزرعه. بس انا غلطت الله معك روح اولاد. انا غلطت معك شي بس روح خلص الله معك. لا بس انا غلطت معك بس لو سمحت لحظه انا غلطت الله معك. شو انت عم تستعمل خلص روح انا غلطت روح ربي جرادينك. بس انا غلطت روح ربي جرادينك روح ربي جرادينك يا خيي نطوا صاروا نطوا من السياره يا خيي نطوا لقطوا روح يا أنا ما بتفهم انت ما بتستوعب لحظه يا خي بس عم بحكي معه يا خي بس عم بحكي معه بس عم بحكي معه ما تحكي معه لا يحكي معك خي بس فالل يا خي فالل بس سؤال ولك يا خي بس لحظه بس عم بحكي معك ولا معك الموتير انا عم بسمع بس الموتير بدنا نرده بس ليه بدك ترده يا خي ما نطوا من بلد الجردون وهرب الجردون وبعدين ضل بقلبه ضل بقلبه البيضات بكره على الحماوه بفقسه والله على الحماوه هذا يا خي شو هذا يا خي صعب يا خالد بفقسه البيضات بقلبه في هول البيض الابيض الصغير نعم فقصهم حبيب القلب فقصهم حبيب القلب في البيضات الصغار فقصهم خيي تقول لي هيدا البيضات فقصهم هذا انا عاشق خلاص بقى يا زلمه خلاص يا خيي على راسي لك روح الله معك خلص يا خيي خلص روح طب ليه عم تدفي الشارع خلص روح يا خيي اتركوا يا خيي ليه عم تدفي الشارع خلص خيتكم انتم معنا برنامج كاميرا خلص يا خيي خلص انتم برنامج معنا كاميرا خفيه نحن متفقين نحن وربيع فرحات شو هذا شو يا خيي والله متفقين نحن وربيع هيا خلص نحن وربيع متفقين والله خلص نحن متفقين كمل الكاميرا فوق ليكم مركبين كاميرا خلص هيا بالزاويه متفق انا وربيع هيا ليك وينيه بنعمل باي بنعمل باي ربيع معنا خلص ها هي كاميرا بس نحن متفقين نحن وربيع الجرادين وما هو اتصل فيه وقال بده يعمل ضرب فيه خلص شو خالد هو فوسو فوسو هذا خيي حسني حبيبي انت